اتفضلي. مساء الخير. الأول أنا بنت من بنات 25 وفي مجموعة معانا هنا، وكان امبارح عندنا اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كان مظبوط، واحنا مطلبنا الاول ان المؤسسات كلها تهبط او تنزل بتغيير النظام، يعني راس النظام وقعت يبقى كل المؤسسات بتقع. في مشكلة هنا عند الجيش، انه الجيش ملتزم بست اشهر. انا بقول وجهة نظرنا ووجهة نظره. وجهة نظره ايه؟ انه الجيش لازم يسيب حكم البلد في فترة اقصاها ستة اشهر، وزي ما بنقول كده هما بيحاولوا مش يلفوا ويدوروا علينا، هو ده حمل على كتافهم مش قادرين يكملوا عليه وسط الطلبات والاحتجاجات والوقفات اللي بتحصل في كل المصالح. فكانوا بيقولوا ان احنا هنغير. اول حاجه هما ما طلبوش الكم ماده بس دي للتغيير، بعد اذن حضرتك هما سابوا للجنه ان هي تحدد بنفسها، انا اسفه، كل البنود اللي مطلوب تغييرها او تعديلها لحين تسليم اللي هي حكومه تسيير الاعمال، هي ما بقتش تسيير اعمال دلوقتي، لحكومه انتقاليه تمهيدا لانتخابات مجلس شعب او مجلس شورى او وات ايفر اللي هم عايزين يعملوه. طبعا احنا كان تعقيبنا انه الانتخابات هتبقى بطله، وانتخاب الجمهوريه برضه هتبقى بطله. ده وجهه نظري انا ووجهه نظر ناس كتير من اللي معانا، لان ما بني على باطل، ودي قاعده موجوده، ما بني على باطل فهي باطل. الحكومه دي جت في شرعيه ثوريه تبقى مش موجوده، الدستور في الشرعيه الثوريه يبقى مش موجود، بس هم يعني ده في شبهه ناس الشعب ما يختلفش عليها. هما بيحاولوا يعملوا، هما فعلا مش سامعين احنا عايزين ايه، وفعلا الثوره بتاعتنا كانت بتجري وهما مش لاحقنا، وما كانش لينا راس عشان يعرفوا يقطعوها، فبالتالي احنا نجحنا. بس واحنا بنجري وهما مش قادرين يلحقونا، العقليه بتاعتهم لسه زي ما هي، انا خايف على الامن، انا عايز ال 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 تبقى الدنيا مستتبه، انا مكاني على الحدود مش مكاني على الاسفلت، ده كلامهم. عشان كده ابتدوا يسيرونا او يوجهونا. طب انت هتعمل ايه دلوقتي بعد ثورتك؟ هم عايزين الفتره الانتقاليه بتاعتهم ديت اللي هي ست اشهر نصبر عليهم ونشوفهم هينفذوا لنا مطالبنا ولا. ده كان طلب المجلس الاعلى للقوات المسلحه مننا. بصي حضرتك، سواء كان الدستور، انا بس عايزه اطمن الكل، سواء كان الدستور هيتفصل على شخصيه معينه او ترزيه او الكلام ده كله، فانا هقول لحضرتك حاجه اهو، هما اصلا مش معجبين بالحكومه ديت، بس ما يقدروش يعملوا حاجه من لها، ولا ان هما مش سياسيين، هما كمركز كقوات مسلحه مش سياسيين. وفعلا البلد كلها كانت في ايدين الحزب الوطني الديمقراطي بكل الليله اللي وراهم والمنتمين والاعضاء والكلام ده كله، بس هما بيقول لك انا ما فيش حاجه تانية في ايدي اعملها. رفضوا ان هما يعملوا لجان مختاره من الشعب ومن الشخصيات احنا قدمناها ان هي تساعدنا في المواضيع ديت، قال لك لا انا عندي اتفاقيات، عندي عندي عندي. هم خايفين زينا ان نقع في فوضى، يقول لك انا مكاني مش على اسفلت، انا مكاني على الحدود. هو عايز يسلم السلطه ويخلص من العبء بتاع الشعب المصري سريعا ويسلمنا لحد تاني. وبعدين قال كلمه، احنا هنزلك الاستفتاء على الدستور، مع احترامي لكل الكلام اللي بيتقال، ما فيش دستور في العالم بينزل عليه استفتاء، مع احترامي. قال لك انا هنزلك استفتاء على الدستور. ده بقى شغلنا احنا، ان احنا نرفض الاستفتاء ده ونرفض الدستور ده ونرجعهم تاني في نفس الدايره اللي بيديروها بمنتهى الاحترام وبمنتهى السلميه. هو بيعرضني في الصناديق وانا برفضها. النظام بتاع الاستفتاء اللي هم بيعملوه ككتله واحده زي ما الاستاذ اللي قبلي كان بيقولها، ده ما بيحصلش. انا المفروض ان انا بستفتح على بنود. الدستور بيقوم على اربع عواميد، الاربع عواميد دي ما فيش اختلاف فيها في اي دستور في العالم. وبعد كده تبتدي انت بتحط البنود بتاعتها، يعني 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 البنود بتاعت الدستور تبتدي بعد كده تتعمل ما يلائم. ايوه استاذ لحاك، ممكن الدستور بيوضع باستفتاء، دستور فرنسا الحالي وضع باستفتاء سنة 58، الدستور اللي قبله حدث اللي انت بتتكلمي عنه سنة 46، دي جول نفسه بعد الحرب العالمية الثانية طرح دستور على الاستفتاء والشعب رفضه، فعمل لهم مشروع تاني سنة 46 وقابله، وبعدين سنة 58 عمل مشروع آخر دستور جديد ووافق عليه في استفتاء. الفكرة مش غريبة. لا الأستاذ اللي أنا بقوله، اللي أنا بقوله بس علشان الوضع يستقر في مصر. إحنا عملنا ثورة عشان نقدم مصر، مش عشان أخرها ولا أخليها عرضة لأي حاجة من أي جنب ولا اضطراب. هيعرض ورفضوه.
ده راينا ارفضوه. هو اي دستور برضو لازم يتعمل عليه استفتاء. لا مش ككتله. لا طبعا انا ما بتكلمش الاستفتاء زي ما الاستفتاء اللي اتعمل كان ككتله طيب. على بعض لا ده ما بيحصلش. أوكي. انا بعمل على بند ما هو وخصوصا البنود الاساسيه اللي بيطلع منها بنود تانية. ما هو لحضرتك لو فكرتي مثلا في 200 بند في بنود اساسيه وفي بنود منظمه. طب انا عايز اطمن الناس بس احنا مش اول ناس نغير نظام ومش اول ناس يعني عايزين بس نقول ان في أربع لا انا بس بقول حاجه عامه يا فندم مش حاجه ضد حضرتك. انا بس بقول انا ايوه بس بقول يعني ايه في حديثا من 20 سنه 24 دوله تحولوا من النظام الشيوعي الى نظام ديمقراطي برلماني مروا بكل اللي احنا مرينا بيه ده. فبالتالي يعني في تجارب كتير ممكن ناخدها. هاخد بس ورا حضرتك اتفضل عشان حضرتك كنت رافع ايدك والدكتور هاني بعد كده وحضرتك انا اسف. لا خليها بالدور بس. جديد. المحصلة اللي احنا وصلنا لها لغاية دلوقتي تتمثل في الآتي. احنا اسقطنا الرئيس، تمكننا من تطفيش الحرس الجديد اللي هو ممثل في جمال مبارك واعوانه، لكن احنا مش واخدين بالنا من اربع اسامي. اربع اسامي دي هي صفوة الشريف، يحصل في البلد دلوقتي من تسويف في تعيين وزارة، من تسويف في رجوع الأمن، من تهديد بتاع إبراهيم اللي هو بتاع الساحل الشمالي ده إن بكرة هيعمل لنا مظاهرة تورينا هيعملوا فينا إيه لتأييد مبارك. ده معناه ان الجيش ساكت للنظام القديم، واللي منشور النهارده في نيوز ويك كلمه في منتهى الخطوره: وي ويل هاف ا تراجيدي. ان النظام القديم لم يسقط، وشويه الهلس بتاع غيروا دستور وشوفوا مش عارف ايه والماده رقم ايه، الثوره لم تنتهي. هم بيخدرونا بحوارات تافهه لإمكان عودة النظام القديم في غير شخصية مبارك في اسم اكس عشان يحكمنا تاني من اول وجديد. ويجب ان احنا لازم نطالب ان الاربعة اللي فاضلين قص الفساد دول بكرة الجمعة بكرة هم والحزب الحاكم بكرة يسقط، ومفيش اي تنازل قبل الأربعة. والحزب الوطاوطي بتاعنا غير كده، احنا بنضيع وقت والوقت بيتسرق والميزانية بتخلص والفلس هيحصل ومش هنوصل لحاجة. هو ده اللي انا عايزه. كلام حضرتك هو قريب قوي بقى من كل الكلام اللي بيتقال دوت. دلوقتي عندنا جهاز الشرطة وجهاز الجيش، جهازين خطيرين جدا. ما كانش فيه شفافية. مش هقول خلال 30 سنة، هقول خلال حكم من أيام الثورة لحد دلوقتي. من مصر لإسرائيل، كل الكلام ده كلام خطير جدا. وقناة السويس التسليح لأمريكا عدت بعبارات عشان تروح تضرب العراق وتضرب أفغانستان والكلام ده كله. فأنا بصراحة أنا ما عنديش ثقة في الجيش، يعني دي حاجة ممكن أحطها على جنب. السؤال اللي عايز أسأله حضرتك، في الدستور الجديد إيه الضوابط
يعني الدستور والتشريع طبعا، ايه الضوابط اللي تتحط على جهاز الشرطه انه ما يبقاش في حاجه اسمها امن الدوله، ان ما يبقاش في حاجه اسمها خطر على الامن القومي، ما يبقاش في الكلام اللي هو احنا في الاخر ما نقدرش نثبت عليه حاجه لان هم اللي يعرفوا احنا ما نعرفش. ف ايه راي حضرتك في حاجه زي كده؟ نحب اجاوب على السؤال ده الحقيقه، احب اجاوب على السؤال ده جدا. السؤال اللي سالته ده له نتيجه قانونيه في منتهى الخطوره. اولا فيما يتعلق ب الأمن الدولة والأمن القومي والحاجات ديت كلها، بنتميز من سنة 52 لغاية الآن بمصطلحات في قانون الجنائي غريبة جدا وخطيرة جدا وتؤدي إلى عقوبات شديدة جدا، منها مثلا تهديد السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية، مسائل فيها وجهات نظر، مسألة مثلا عبارات فضفاضة جدا زي عبارة مثلا يحبذ نشر أو الدعوة إلى مذاهب تهدد المجتمع، يحبذ يعني يحبذ دي جريمة في القانون، يحبذ يعني يفضل، يعني واحد كده بينه وبين نفسه يحبذ شيء معين لا ترضى عنه أو لا ترضى عنه سلطة الحكم، جريمة جنائية، جريمة جنائية اسمها يحبذ أو ينشر أو مثلا عبارات فضفاضة جدا وخطيرة جدا جدا. هذه المسائل أنا أتفق معك تماما أنها يجب إلغاءها. مسألة بقى أمن الدولة والمسائل ديت كلها، لو عادت الشرطة إلى دورها الطبيعي في حماية المواطن وفي دورها الطبيعي في حماية الأمن، الأمن العام وليس أمن الدولة، هتعود الأمور طبيعية. وهذا في اعتقادي يجب إعادة النظر في المناهج في كلية الشرطة وفي طريقة تأهيل وتكوين ضباط الشرطة وأيضا مرتبات ضباط الشرطة ومرتبات أمناء الشرطة، بياخدوا 600 جنيه والضابط بعد عدة سنوات بيوصل 1000 جنيه أو 900 جنيه، كل هذا يجب إعادة النظر إليه. والدولة في السنوات السابقة وإحنا كلنا متفقين كانت تهتم بمش بأمن الدولة، بأمن النظام وليس أمن الدولة. الدولة دي أعم من النظام وأعم من الحكومة وأعم من الناس كلها، أتفق معك تماما، كل هذا يجب إعادة النظر فيه. فيما يتعلق بالرقابة بقى على السياسة الخارجية وقناة السويس والمعاهدات، ده دور السلطة التشريعية. السلطة التشريعية في مصر كانت مغيبة فيجب أن تعود إلى دورها الطبيعي، ولكي تعود إلى دورها الطبيعي يجب أن تنحسر وظيفة الحكومة في دورها الطبيعي، وضع السياسة العامة تحت رقابة السلطة التشريعية اللي هي ممثل الشعب. فهذه الأمور، هذا هو الدستور. ولذلك يعني أنا سعيد جدا بأن الآن الإنسان العادي سواء قانوني أو غير قانوني أصبح يهتم يعني إيه دستور، يعني إيه حكومة، يعني إيه رقابة. وبعدين في نقطة مهمة جدا، القضاء في مصر، أقول لكم إحصائية تعرفوا ان الامور لم تكن مطلقه في الفساد، في 350 حكم بعدم دستوريه قوانين في مصر من سنه 79 الى الان، 350 حكم. معنى كده ان المحكمه الدستوريه ممكن اي قانون احنا شايفينه يخالف الدستور المحكمه بتحكم عدم دستوريته. يعني الامور في رقابه، المهم تفعيل الرقابه. ما نحتاج اليه هو تفعيل الرقابه، تفعيل رقابه البرلمان، تفعيل رقابه القضاء، وإن يكون في جزاءات خطيرة جدا على عدم تنفيذ أحكام القضاء. يعني نظريا أقول لكم وقعة تستغربوا عليها جدا، في مادة اسمها المادة 123 في قانون العقوبات، إحنا كقانونيين حافظينها. المادة دي بتحكم على أي موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالحبس والعزل والغرامة بالإضافة إلى التعويض المدني منه. المادة لا تطبق، لا عزل، عزل وحبس، يعني مسألة في منتهى الخطورة ولا تفعل عمليا. احنا عندنا قوانين كثيره جدا يكفي ان احنا نفعلها، ولما يبقى المناخ السياسي يسمح بتفعيلها سوف تفعل. ولكن اعتقد ان قضيه الدستور مش مساله انشائيه او بلاغيه زي البعض ما ذكر، دي اساسيه جدا. لا مجتمع ولا تغيير الا بدستور واضح يحدد صلاحيات الحكومه ويحد منها ويوسع من سلطات الشعب في البرلمان. مساء الخير، تحية أولا للشهداء اللي قدموا نفسهم وقدموا دمهم علشان يحرروا البلد ديت من النظام الفاسد اللي احنا كنا بنمر بيه قبل يوم 25 يناير. أنا ردا على أستاذي العزيز اللي ورا، احنا امبارح لما كنا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة كنا قاعدين مع سيادة اللواء سيادة اللواء محمود حجازي، ده اللي احنا كنا قاعدين معاه حضرتك، هو عضو في المجلس الأعلى حضرتك. هو بيطلب من الناس ان يعني ده طبعا هو ما عملناش برينوش ولا حاجه، احنا من الناس بتاعه 25 يناير، لكن هو بيطلب من الناس اللي عنده اي ادله على صفوه الشريف والناس دي، هو بيدعو الناس انه قدموا كل الحاجات علشان يقدروا يحكموهم لان هم مش عارفين يمسكوا عليه حاجه. هو قص الفساد في كل حاجه ومش سايب بصمه.
لو حضرتك عندك اي فكره يا ريت تديها لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. في الحقيقه انا عايز اتكلم على حاجات كده، في منها داخل الدستور وفي منها ممكن تكون قوانين يعني بعد الدستور بقى، لكن هي حاجات مهمه جدا. اول حاجه توصيف وظيفه رئيس الجمهوريه، توصيف الوظيفه نفسه ده لازم يكون معروف حتى يبقى كل الناس عارفين ايه ده الراجل ده ما ينفعش يبقى رئيس ليه، عشان توصيف الوظيفه. تاني حاجه رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بيتعين من قبل الرئيس الجمهورية، لا يعني هل هو هيعين من قبل الانتخابات مجلس الشعب ولا من قبل انتخابات عامة بين الناس. ثالث حاجة التشابك اللي بيحصل ما بين في مجلس الشعب ان يبقى وزير وعضو في مجلس الشعب او هو كان في مجلس الشعب وبقى وزير، طبعا دي شبكة غريبة جدا. لو هو في مجلس الشعب وبقى وزير المفروض تسقط عضويته، او لو هو وزير المفروض ما يبقاش عضو في مجلس الشعب. كل الاشياء ديت بما فيها حضرتك بتقول ان في قوانين صدرت ضد ناس ولم تفعل، لان ما فيش ماده في الدستور بتفعلها، يبقى لابد ان تراجع كيف لم يفعل قرارات المحكمه الدستوريه او احكام المحكمه الدستوريه، لابد ان يعرف السبب ايه، ولابد ان تكون هناك ماده في الدستور بهذا. شكرا. نعم. الحقيقه اسئلتك مهمه جدا فيما يتعلق اولا بموضوع الذمه الماليه. في قانون في مصر اسمه قانون الكسب غير المشروع، وفي اقرار انا شخصيا باعتباري موظف عام بقدمه كل 5 سنين اسمه اقرار الذمه الماليه، بقول انا عندي شقه عندي عربيه، ده كلنا بنقدمه باعتبارنا موظفين. السؤال هو اجبار المسؤولين على تقديمه، لكن القانون موجود يا جماعه، القانون موجود فعلا، قانون الذمه الماليه والكسب غير المشروع، هو مطلوب تفعيل القانون مش اختراع قانون جديد. دي مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بوظيفة رئيس الجمهورية، ما هنا الأنظمة بتختلف. ما يناسب مصر في اعتقادي هو الجمهورية البرلمانية، إن رئيس الجمهورية حكم بين السلطات، هذا هيعطيه مكانة وفي ذات الوقت هيبعده عن ممارسة الحكم ولا يسأل سياسيا، يعني يأتي بالانتخاب لمدتين ولا يسأل سياسيا. لكن الحكومة اللي بتباشر الحكم كل يوم وتضع السياسة العامة للدولة دي اللي بتسأل أمام البرلمان، ده أفضل نظام لنا، افضل نظام لنا زي جميع دول العالم الديمقراطي ما عدا الولايات المتحده. يعني عندك تركيا، عندك الهند، عندك فرنسا، بريطانيا، المانيا، النمسا، اوروبا الشماليه، ايطاليا، كل الدول دي برلمانيه، ولبنان برلمانيه. تعال طيب، ما هو لو فتحنا حريه انشاء الاحزاب انا اعتقد ان احنا خلال سنه هتتبين القوه السياسيه في مصر. ادي الاحزاب فرصه سنه، ولذلك احنا كنا بننادي بفترة انتقالية سنة فعلا. طيب فيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء، في 3 أنظمة في العالم. في مصر بيعينوا رئيس الجمهورية ويعزله، في بريطانيا الملكة بتختار زعيم حزب الأغلبية اللي حاز الأغلبية في مجلس العموم وتلتزم بتعيينه رئيس مجلس الوزراء، في فرنسا رئيس الجمهورية بيختاره ولكن بيكون من الأغلبية الحاكمة. فالأنظمة بتختلف. ما يناسبنا في مصر في اعتقادي ان يكون من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس مجلس الوزراء، ومن حق رئيس مجلس الوزراء اختيار الوزراء، ويعرض التشكيل على البرلمان والبرلمان يمنحهم الثقة او لا يمنحهم الثقة، هذا اكثر استقرارا. لكن مسألة ان الوزراء يكونوا اعضاء في البرلمان هذه لا تناسب مصر نهائيا، لا تناسب مصر، مع ان دستورنا الحالي بيسمح بيها، بيقول ان يجوز للوزراء ان يكونوا اعضاء في البرلمان، هذا لا يناسب مصر، مع انه موجود في بريطانيا ومش موجود في فرنسا. في فرنسا لأن الوزراء يعني عادة من النادر جدا ان يكون في نائب في البرلمان، من النادر جدا، من النادر. نعم، لكن في بريطانيا جميع الوزراء نواب في البرلمان، في بريطانيا جميعهم، في فرنسا بعضهم فقط. نعم طيب، انا بس انا افضل في مصر ما يكونوش اعضاء في البرلمان. طيب اكيد هو يعني بس حته النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام الشبه رئاسي، احنا عايزين هو عاده يعني في العالم في نقدر نقول 3 أنظمة، نظام برلماني صرف، ونظام رئاسي صرف، ونظام شبه رئاسي. النظام الفرنسي يقع تحت شبه رئاسي وهو له خليط كده. النظام البرلماني هو مثلا نظام زي المانيا وزي انجلترا وهكذا. النظام الرئاسي زي امريكا، برازيل، تشيلي،
يعني برازيل الارجنتين تشيلي برضو دول امريكا اللاتينيه، يعني هو الفصل ما بينهم هو تشكيل الحكومه، مين بيشكل الحكومه، عضويه البرلمان، الحاجات دي كلها. عاده لما بيبقى نظام برلماني السلطه التشريعيه اللي هي انتخبت بتعمل بتالف الحكومه، سواء كان بقى الملكه بتقول او هو الاغلبيه اللي بتالف، او بحيث انهم يوصلوا اكثر من 50% من مقاعد البرلمان ويشكلوا الحكومه وهكذا. ده طبعا ليها مزاياها العاليه جدا. النظام الثاني مثلا زي امريكا، زي ما احنا قلنا المره فاتت، بينتخب الرئيس وله شرعيه ومساعديه، يعني ما نقدرش نقول عليهم وزراء بقى في الحاله دي، هو مساعدي الرئيس، دي تعتبر كلها سلطه تنفيذيه، بس قدامها توازن جامد جدا في الكونجرس زي ما حضرتك اشرت في الاول. طب انا بس سؤالي بصفه حضرتك، يعني الناس من اللي بترصد، هل حضرتك رصدت لغايه دلوقتي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه اعترف انها ثوره؟ نعم. في أني بيان من بياناته؟ بيان واحد. لا، اللفظ نفسه ورد في بيانات المجلس. حيا الشهداء. نعم. ولكن لم يقل، ايوه حيا الشهداء ولكن لم يقل انها ثوره. وده بس هو ده العنوان. ما هي ده، بص حضرتك، لو هم اعترفوا انها ثوره هتبقى نعم. في شرعيه ثوريه، ولو ما اعترفوش انها ثوره هتبقى هيبقوا هم بيشتغلوا بشرعيه اخرى وليست الشرعيه الثوريه. لو اعترفوا بالثوره وكانت شرعيه ثوريه يبقى من حقنا نعمل دستور جديد وما بنعدلش الدستور، هيبقى من حقنا حاجات كثيره جدا. ولكن لم تحلف الحكومه قسم جديد قدامهم وما فيش حاجه حصلت تقول انهم، ولم اسمع انا من وجهه نظري، يمكن اكون غلطان، بس انا لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي في كل البيانات لم اسمع كلمه انها ثوره. بس اعتقد حضرتك في نقطه مهمه جدا وردت في البيانات، ان وجودهم ليس بديلا عن الشرعيه التي يرتضيها الشعب. التي يرتضيها الشعب. ولذلك انا افهم ان وجودهم مؤقت، وهم اعلنوا صراحه عن رغبتهم في نقل السلطه الى المدنيين. ولذلك نعم، ما حضرتك التغيير ممكن فعلا في طريقتين للتغيير. الطريقه التي نتمناها جميعا ان احنا نضع دستورا جديدا عن طريق جمعيه تاسيسيه منتخبه، ده الوضع الطبيعي. ولكن هم من وجهه نظرهم ان الفتره التي يريدون فيها ان يمارسوا الحكم، هم لا يمارسوا الحكم على فكره، اللي بيمارس الحكم الحكومه، بيمارسوا هم وفقا لبياناتهم الدفاع عن مطالب الشعب، ده اللي انا فاهمه من بياناتهم. ولذلك هم يريدون ان يتخلصوا من هذه المهمه في اقصر وقت ممكن. البديل حقيقه ان احنا نغير الدستور تغيير شامل، هذا ما ننادي به نحن. ولكن هم برضو نفهم وجهة نظرهم أنهم كما قال البعض من شوية عايزين يتخلصوا من هذه المهمة، لأن الحكم حكم المدنيين، ده المنطق الطبيعي. أنا على كل حال ما يؤدي بنا إلى النتيجة التي يريدها الشعب أنا أعتقد أن احنا نؤيدها، وإن كان أنا أعتقد وأؤيد تماما التغيير الشامل ومن الآن. بس نقطة، بس عايزين نخلي كل أسئلة أو كل النقاش حوالين الدستور المرة دي، وناخد اقتراحات لموضوع الندوة القادمة. وساعتها أفندم حاضر، بس في دور وفي ناس وكده، يعني أنا ماشي، احنا كلنا عايزين. أنا آسف معلش، بس لما أنا فاهم، مفيش، أنا بس عايز أقول إن الأسئلة كلها والآراء والاقتراحات تبقى متعلقة بالدستور وتعديلاته. والمرة الجاية إن شاء الله ممكن ناخد اقتراحات لندوة أخرى عشان برضو ندعو الباحثين أو الدارسين أو الخبراء في هذا الموضوع. فأتمنى الأسئلة تبقى حركة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت، إحنا بنقول ليه إحنا كمصريين، تمام، دولة ليها دين، مسلمين مسيحيين، عندنا حضارة قديمة، ليه ما نبقاش إحنا المصدر الرئيسي لتشريعات الدول الغربية؟ ان احنا يبقى احنا المصدر الرئيسي بتاع الدستور، احنا بنعمل الدستور وهم اللي ياخدوا مننا، مش احنا اللي ناخد الدستور منهم هم. احنا دايما بنتكلم امريكا، فرنسا، بريطانيا، الدول الغربية كلهم عمالين نتكلم عليهم، عمالين نتكلم على ايطاليا، تمام، عمالين نقول دول بيعملوا كذا. ليه احنا ما نقولش احنا كمسلمين كمسيحيين كمصريين ليهم حضارة نقدر نعمل دستور خاص بينا احنا، يكون ليهم هما المصدر من عندنا احنا، زي ما الاستاذ اللي طلع وعقب ان بيتدرس دلوقتي في بريطانيا الثوره المصريه، او في اقتراح ان تدرس الثوره، تمام.
في نقطة تانية كنت عايز أعقب على الدستور خاص يتعمل قانون لأمن الدولة، يبقى في صلاحيات للشرطة إن هي يقدروا يقبضوا على أي حد، مش كده مش سايحة يعني، مش ينزلوا كده زي قانون الطوارئ ما كان شغال إن هم أي حد عايز ينزل يقبض على أي حد، أوكي ننزل وافتح شقة وخبطوا بطريقة غير يعني غير أدمية خالص، لا بيخشوا يعني يخشوا كده اقتحام، ممكن بعصيان، ممكن بسلاح، بيموتوا اي حد، بيجروا اي حد، ممكن بيهتكوا اعراض، حصلت كتير بيهتكوا اعراض، تمام. بالنسبه للماده الثانيه من الدستور ان في بعض العلماء من علماء الدين المسلمين عقبوا عليها بان ما يكونش في مساس بيها، حتى لو الدستور اتغير ما يكونش في مساس بيها، وشكرا. طيب حضرتك اتكلمت على ان الثوره دي معناها ان في تغيير جذري، وان كمان في حاجات مش هتتغير دلوقتي بس محتاجه حوار مجتمعي. وبعدين حضرتك استثنيت من ده الماده الثانيه للدستور. الماده الثانيه للدستور دي دلوقتي بتفتح الباب للتمييز. اولا هي ماده لازم نبص التاريخ بتاعها، هي اتحطت في مرحله علشان كان في بيحصل توازن بين الشيوعيين والاسلاميين واستخدمت سياسيا، ثم بعد كده اول ما اتحطت كانت بتقول ان الماده دي مصدر رئيسي للتشريع، وبعد كده رجعت تاني من كذا سنه وبقت المصدر الرئيسي، وده تاني معناه ان في مفاوضات بين الاسلاميين والسلطه عشان الماده دي. يبقى ايه فايده ان احنا نحط ماده تفتح الباب للتمييز وبتستخدم؟ ممكن طبعا تستخدم زي ما حضرتك قلت علشان مبادئ الحريه والعداله وما الى ذلك، لكن ممكن تستخدم في حاجات تانيه كتير جدا تفتح علينا باب تمييز وتفتح علينا ان احنا بقى نخش في يعني جدال على حاجات عديناها من زمان جدا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يمكن أب أو جد للشباب الجميل اللي عمل الثورة، وأخشى كل الخشية أن نفقد مصر مرة أخرى بعد أن عادت إلينا. أنا متصور القوة الحقيقية في البلد النهاردة، واللي ضروري أن هي تعمل فولو أب للثورة، هو ميدان التحرير، هو الشرعية بتاعت النهاردة. اللي بيحصل دلوقتي الحكومة القائمة دي حكومة لحفظ النظام القديم واللي موجود، مجموعة المصالح اللي هي المافيا اللي كانت بتحكم البلد ومصرة ان هي تحميها ويظل الوضع على ما هو عليه، وتخدرنا بمطالب مش حيوية. دلوقتي أنا عندي مطلب حيوي جدا، الناس اللي اتقبض عليها قبل وبعد، أنا عايز أدي شبابي، الشباب بتاعنا، القوة بتأمنهم بأن أفرج على المعتقلين بالوقت، عشان يحس كل واحد مننا إن هو لو اتقبض عليه بعد الندوة دي هيطلع. ثانية واحدة، ثانية. النقطة الثانية، ليه قانون الطوارئ؟ البلد ماشية زي الفل، واحنا عندنا ثقة في نفسنا، محدش هيسيطر علينا ويتولى أمرنا، احنا اللي هنقود الجيش مش الجيش اللي هيقودنا. مع العلم ان انا ضابط متقاعد واعرف المنتاليتي بتاعت الجيش، المنتاليتي بتاعت الجيش من يوم ما دخلنا الكلية الحربية واحنا وظيفتنا حاجة واحدة بس، الدفاع عن الشعب وعن مصر. غير ناس تانية بتخش كلية عشان تدافع عن النظام والعدو بتاعها الشعب. لذلك مطلوب فورا برضو ان اشوف ورا القضبان الناس اللي قتلت ولادي واحفادي، اشوفهم في صوره في الجورنال، والا في الاف زيهم، في الاف مجرمين زيهم هيعملوا فينا ابشع زي ما كنا احنا في الميدان طول ال 18 يوم. انا كنت بقول لكل الناس لو ما صمتوش بكره هتبقوا في السجن.
التخلي عن السلطة مش سهل،